فكره التجميد بقى اللي عايز اسال عنها خالد، الاستاذ خالد المصري السائل، عايزين نقف عندها. احنا كل اللي موجود عندنا الموميا الصينيه لقوها في سائل وحالتها سليمه جدا، لما طلعوها من السائل لقوا ان حاله السائل اتغيرت وحاله الموميا بدات تفسد، راحوا مرجعينها تاني وقفل على الموضوع ومحدش يعرف عنه حاجه. ده موجود وموثق على النت في معاهد بالمناسبه، مش فيسبوك وهجس من ده. طلع منها موميا تانيه في روسيا سموها موميا ملكيه. ابعت لكم البيانات والاسماء كلها على الكوكب، ومحمد وعلي بنشر لكم اللينكات كلها والتقارير اللي اتعملت. لقوا الموميا تانية نفس في محاجر فحم موجودة، بس مناجم فحم الموجودة بس ملهاش ايه، مفيش اي صور عنها. اضطروا الجماعة الروحانيين ياخدوا الواقعة دي ويزيدوا، وراحوا حاطين لك صورة من فيلم من افلام هوليود وبيقول لك هو ده الموميا ودي بقى لها 800 مليون سنة. انت تشوف حجم صفحات الروحانيين وصفحات الوعي والحقيقة والتنويريين والطنويريين بالطه، ما هو كله بقى وبينقل هي دي موميا. موميا ايه ده؟ لقطه من فيلم هوليود. و مفيش تحقيق للواقعه الخاصه بمنجم سايبيري، المنجم اللي حصل في روسيا، غير اهل المنطقه اللي عارف الكلام ده لازم يعرفه بطريقه شخصيه. اتصلت بصديقي من في عمان هيما، قلت له انت عندك حد روسي يتواصل مع اهل القريه دي؟ ايه اللي حصل مع اهل القريه؟ كلام ما اتنشرش. وقت ما عثروا عليها موميا سائلة بس مفيش صورة، قالوا انه لقوها في داخل تابوت، وهذا التابوت فيه مادة سائلة. اول ما طلعت الموميا حالتها اتغيرت، رجعوها تاني، استدعوا فريق بحث جاء 24 ساعة، والمخابرات طبعا الروسية اتدخلت بسرعة، ساعات الموضوع اتلم. بس حظهم حظ القرية دي ان احد اعضاء هذا الفريق يبدو انه على صلة قرابة او ان جذوره بتعود لهذه القرية. التقرير المبدئي اللي اراه اللي يتابعوا وهينشروه قال لهم يعني ايه يا حظكم، انتوا بكره هتبقوا احاديث العالم، الموضوع ده هينزل لنا. دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تستنبط منها بمنهج ايه؟ منهج ايه؟ لا انت بتنقل، فتقدر تستنبط ان فعلا حصلت موميا، لكن موميا حقيقيه اتمسكت مفيش غير في الصين. طلعوا منشرين صور، صفحات الوعي بتنشر صور فيلم في هوليود بتقول لك دي موميا 800 مليون سنه. يعني مش عايز اتكلم على الاسماء، ما انتوا عارفين الاسماء موجوده على الفيسبوك. التجميد السائل صعب جدا ومخيف في حقيقته، لكن الحقيقه النشر واستغلال الوعي الهابط للناس هنعمل ايه يعني؟ بقدر الممكن بنوضح يعني. هكتب عنه بالتفصيل، بس نشرت منه قبل كده باكثر من مقال عندي وفي الكوكب. ده خاص بموضوع النقطه، موضوع التجميد، عشان تبقوا بس العمليه واضحه بالنسبه لكم ان انا اول واحد صاحب مصطلح التجميد الحفظ. مصطلح التجميد الطبي بانواعه ثلاثه ذاتي، وما حصلش غير في الهند، العدوي عندنا وفي اليمن وفي بلاد كتير من الامريكا القديم، وكان له تطور. اللي حصل اللي بيتنقل لنا تحول عكسي، احنا فاكرين انه كان تطور صعودي، لا ده احنا كنا بنهبط، ده اللي حصل.